السياحة حاليا يعني تضررت جدا بصراحة مع أزمة الحرب وخفت السياحة خصوصا بالشرق الأوسط. احنا كل شغلنا كله كسياحة ضررنا كتير، ما في سياح بالبلد، ما في إشي، ما في حركة. يعني أنا اعتماد شغلي كله على السياحة، احنا أغلب وسط البلد شغلها بالسياحة، فبدون سياح الحركة بتضعف كتير. والسياحة الصينية كانت قوية كتير عندنا خصوصا قبل كورونا. السنة اللي بعد كورونا، بعد ما انتهت كورونا، كانت جيدة، أما قبل كورونا كانت جدا جيدة. إن شاء الله يرجع السياح، يعني كل السياحة ترجع للبلد وتنتهي الحرب.